حضانات الأطفال طبعا هي مشكلة حقيقية ومشكلة بقالها سنوات طويلة معانا، والمشكلة ربما تكون حتى بتتفاقم. في اتجاه من الدولة مؤخرا لإغلاق وحل كتير من الملفات المتعلقة بصحة المواطن، من ضمنها ربما ملف الحضانات، فاحنا عايزين نعرف لأي مدى الدولة ماشية جديا في هذا الملف. هنتكلم إن شاء الله على موضوع حضانات الأطفال، هنعرف دور المجتمع المدني ورجال الأعمال ودور الدولة بالأساس إيه، وهيكون معانا كمان ربما مداخلة تعبر عن صوت من أصوات المجتمع المدني اللي كان ليهم تجربة بالفعل مع فكرة الحضانات في الأقصر تحديدا، وهنتكلم عن بعض مشاكل المرضى مع العلاج الحر يمكن كمان اللي بتتمثل في مستشفيات خاصة وعيادات وحضانات. يعني دي كلها حاجات وحالات موجودة قدامنا. في أرقام كتيرة عندنا هنناقشها وهنتكلم فيها بالتفصيل مع ضيفي الكريمين، سيادة النائب الدكتور مجدي مرشد عضو لجنة الصحة بالبرلمان وأستاذ طب وجراحة العين بكلية الطب. أهلا بحضرتك يا فندم. والدكتور خالد سمير أستاذ جراحة القلب بطب جامعة عين شمس وأمين صندوق نقابة الأطباء السابق. أهلا بحضرتك يا فندم، منورنا. سيادة النائب اسمح لي أبدأ مع حضرتك كده، وحضرتك طبعا داخل هذه المنظومة ولك رؤية رقابية كبرلماني، ازاي بتشوف وبتقيم المنظومة الطبية النهاردة في مصر مع الدعوات اللي موجودة ان احنا ننهي قوائم الانتظار بصفة عامة مش الحضانات بس، مع سير الدولة في عملية فيروس سي، لكن في نفس الوقت ما زال عندي سوء الخدمة الطبية في أماكن كثيرة جدا، ففي المجمل بتشوف المنظومة الطبية ازاي يا فندم؟ شوفي حضرتك، يعني أنا بشوف المنظومة الطبية أو الصحية من الفترة اللي فاتت، وبشوفها ابتداء من نقول الفترة الثانية لتولي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم، هي الفترة اللي ابتديناها من شهور قليلة. الحقيقة برضو في تغيير كبير قوي، بمجرد ما أفاد أو أدلى في يوم توليه في البرلمان في خطابه أن هذه المرحلة هي مرحلة بناء الإنسان، اهتمام بالصحة، اهتمام بالتعليم، اهتمام بالثقافة. الحقيقة الصحة بدأت تبقى فيه حاجات واضحة المعالم كاهتمام، زي اللي حضرتك أشرت إليها، قوائم الانتظار ومحاولة تقليل مدة قوائم الانتظار في 9 تخصصات مختلفة، طبعا ليس بينها الحضانات. الحضانات ملهاش علاقة خالص بقوائم الانتظار. والجزئية الثانية ممكن سؤال هنا ليه؟ ما دخلتش ليه الحضانات؟ لا، لأن قوائم الانتظار هي قوائم انتظار لتدخلات جراحية وعمليات جراحية، مش لحالات، يعني احنا بنعتبر ان دي حالة علاجية ما هياش تدخل جراحي. فقوائم الانتظار لتسع تخصصات او لتسع انواع من العمليات الجراحيه اللي كان بينتظر بالسنه والسنتين والثلاثه، بنحاول نقلل هذه المده، والحقيقه بتقل وقلت، وكل منهم كان مسجلين بدا العدد يقل قوي بشكل ملحوظ، واتعملت عمليات كتير. ليه؟ لان كل المستشفيات، شوفي حضرتك احنا تقريبا كدوله لما بيبقى في هدف قومي بنتحرك، يعني لما بيبقى قدامنا حاجة واضح ان كل الجهات تتضافر وتتحرك بنتحرك كويس. فبدأت كل المستشفيات بغض النظر عن انتماءاتها للصحة، للجامعة، للشرطة، للجيش، كلها تشتغل على قائمة انتظار. حتما هننجز، لان ده اصبح تكليف، واصبح نقدر نعتبرها نوع من الحملة القومية لتقليل مدة القوائم الانتظار. فأصبح الكل بيشتغل عشان يقلل، وبالتالي النتيجة احنا شايفينها ملحوظة وملموسة، وفي ناس كتير جدا من المواطنين حاسين بيها. لكن طبعا لسه في ناس كتير ما سجلتش نفسها، في ناس كتير مش عارفة تسجل نفسها، في ناس كتير مش عارفة الآلية، في كتير، في لسه وحدات صحية ما فيهاش طبيب. لا ده قصة أخرى. ده موضوع الريف، الموضوع الريف ملف لوحده، لابد أن يكون له الأولوية في أي كلام عن الصحة. صحيح. هنيجي بعد كده الحقيقه برضو للخطوه الثانيه اللي هتتعمل، وهي انشاء 48 مستشفى نموذجي في المحافظات، بحيث ان انا ما ابعتش كل حاله تعبانه على معهد ناصر، ما ابعتش كل حاله تعبانه على مستشفى عين شمس وعلى الدمرداش وعلى الدكتور خالد، لا، يبقى عندي في الشرقيه حد بتاع قلب يشتغل جراحه قلب، في كفر الشيخ حد بتاع قلب يشتغل، وهكذا. يعني يبقى عندي مراكز في كل 27 محافظه نسميها مستشفيات إحالة أو مستشفيات مرجعية، اللي هي هتتعمل 48 مستشفى. دي خطوة على فكرة هايلة، وبتقابل منظومة التأمين الصحي الشامل اللي احنا هنبدأ نشتغل، أو الحلم بتاعنا اللي احنا بنشتغل عليه. نرجع بقى للنقطة اللي احنا، ففي طفرة، في تقدم، في محاولة حراك. لسه عندنا مشكلات، لكن في حاجة حقيقية على الأرض إن احنا نمشي لقدام. عندنا مشكلات واضحة جدا، مشكلات في ال 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 الطاقة البشرية طبعا، او القوى البشريه، دي مشكله واضحه لابد من وضع استراتيجيه لحلها.
مشكلة كبيرة جدا في العناية المركزة. وعلى فكرة الحضانات هي نوع من أنواع العناية المركزة أو العناية للأطفال، يعني ده نوع من أنواع العناية، إن أنا باخد طفل محتاج عناية خاصة بحطه في الحضانة عشان يعدي مرحلة فيها خطورة عليه، فدي فترة عناية للطفل. فسراير أو حضانات الأطفال هي نوع من أنواع العنايات. إحنا عندنا أزمة واضحة المعالم في العنايات بوجه عام، ومشكلة نواب مصر كلها، ومشكلة أطباء مصر كلها، مشكلة هي العناية. يعني كل واحد بيعرف حد يتصل بيه، أرجوك سرير عناية، أرجوك حضانة، عايزين حضانة، عايزين سرير. ده الطلب تقريبا اليومي لمعظم نواب مصر ولمعظم العاملين في الصحة، وأعتقد أيضا للوزارة طول النهار. وده طلب مشكلة مؤلم قوي يا دكتور، وطلب مؤلم يعني إلى حد أي حاجة فيه. متعلقة بالصحة طبعا صعبة ومؤلمة، لكن هذا بس الأمر، بس أنا فكرة إن أنا أشوف طفل رضيع ده حياته متوقفة على توفير حضانة منتهى الألم، وده اللي عمل ايه. هي الحقيقه برضو ما بتكلمش على انها في المرحله دي، ده مرحله متراكمه من مده طويله جدا. احنا عندنا هذا النقص، عندنا تقريبا ثلث احتياجنا كحاجات حكوميه، لكن عندنا كتير قوي، اتاخرنا قوي عشان عندنا كتير قوي خاص. وانا حضرتك يعني دايما يقولك ان طبيب الاطفال او المدرس او كل ما يتعلق بالطفل او الابن ده كسبان، يعني لا يمكن هتبخلي على ابنك او طفلك بحاجة، إنما ممكن أنا أستحمل على نفسي. وبالتالي ده اللي خلى في جمعيات شرعية كتير، جمعيات خيرية كتير، صحيح، جمعيات عايزة تكسب كتير، صحيح، مستشفيات خاصة كتير تخش في الحضانات بشكل يمثل 40% من الحضانات اللي موجودة في مصر. جاية من المجتمع المدني ده، جاية من المجتمع المدني، جاية من الجمعيات الخيرية، جاية من الناس الهادفة للربح، المستشفيات الخاصة اللي عايزة تكسب. لأن احنا وصلنا ل1000 جنيه النهاردة في اليوم في الحضانة. ده كله نتيجة ايه؟ ده في أكتر. طبعا في أبهات بيكلمونا يقولوا لنا 3000 و2000 جنيه. أنا بتكلم على الأفرج اللي هو بتاع الناس. ده نتيجة ايه؟ إنه ممكن يكون حاجة، يعني التقصير حدث من فترة طويلة، وبعدين بدا يبقى في تعويض نسبي بالمستشفيات دي. والجمعيه الشرعيه كان عندها عدد مهول جدا زمان من الحضانات في كل البلاد وفي كل الاماكن، فبدات الوزارات المتعاقبه زمان تحس ان دول بيعوضوا شويه، فبداوا تقل كمان الحضانات لما وصلنا لما نحن عليه من ازمه. يعني احنا 40% من الحضانات اللي عندنا دي جايه من المجتمع المدني، من المجتمع المدني، او يعني تعتبريها حضرتك بره الحكومه. الحكوميه عندنا حاجتين، يا اما تابعه لوزاره الصحه ودي في حدود 3000 وشويه حضانه، يا اما تابعه للجامعات المستشفيات الجامعيه دي في حدود 2600 2700. طيب يعني توتال احنا بنتكلم في 6000 وشويه. محتاجين قد ايه؟ احنا محتاجين 25 ل 35 الف، لانه حضرتك الحضانات دي احنا عندنا تقريبا 250 الف طفل بيولد. المشكلة مش في الحضانات كمان، ده المشكلة عندنا في اللي بيشغلوا الحضانات. أيوة. أنا عندي أزمة في التمريض، في الأعين، التمريض. لا أنا عندي أزمة في الأعين خطيرة جدا، هتلاقي عند الدكتور خالد أكيد أزمات في القلب. أنا عندي الحضانة بتطلع لي أحيانا الأطفال مصابين بما يسمى اعتلال شبكي نتيجة الأكسجين الزيادة اللي بياخدوه في الحضانة. هذا الاعتلال الشبكي علاجه في الدرجة أو في المرحلة الرابعة منه تقريبا لا امل ان الولد يشوف او الطفل يشوف. كل ده بسبب الحضانه؟ لا، بسبب من يقوم على هذه الحضانه، الكفاءه، الممرضه بتاعه الحضانه او بتاعه العنايه المركزه دي ممرضه ذات طابع خاص، ذات مواصفات خاصه، وقليله جدا ونادره جدا ومش موجوده. دي لازم تبقى دارسه قوي وفاهمه قوي نسبه الاكسجين في الحضانه يبقى قد ايه. والطبيب اللي هيشتغل على الحضانه ويتابع الطفل ده لازم يكون عنده المعرفه والمعلومه والخبره الكافيه انه يعمل نوع من، لان زياده الاكسجين هي اللي بتسبب لي هذا. اعتقادا ان زياده الاكسجين ممكن تفيد، لا، ده هي ممكن تسبب لي عمى. ففي حاجات اعمى على هذه المرحله، يعني المرحله الرابعه والخامسه منها علاجها بيبقى صح، الاولى والثانيه والثالثه جاهز نتدخل وندي نتائج جراحيه، لكن الرابعه والخامسه بتبقى الحالات صعب جدا جدا جدا. فالحضانات الحقيقه يعني ملف مهم جدا جدا، عشان كده بنناقشه النهارده في خطوات يمكن بعد ما نسمع وجهة نظر